عايز اقول لحضراتكم الرئيس عبد الفتاح السيسي اناب وزير الدفاع بوضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة في يوم الشهيد. نشوف هذا التقرير ونرجع حضراتكم مرة تانية. في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والتي تواكب ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في 9 من مارس عام 1969، أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكاري للجند المجهول، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد. ثم توجه لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات. وفي نهاية مراسم الاحتفال قام بتحية عدد من قدام القادة السابقين وكبار قادة القوات المسلحة. تحية لكل شهيد قدم روحه ودمه فداء لهذا الوطن. تحية لهم جميعا، لكل أسرهم، لكل أقاربهم، لكل أصدقائهم اللي بيفتقدوهم كل يوم وبيفتكروهم بكل الخير كل يوم. مصر مدينة لكل هؤلاء عبر العصور المختلفة اللي دفعوا عن الأرض